حظر التجول في ألمانيا، حظر التجول في ألمانيا، أوسغانغسبيرة. أنا أتوقع يعني منع الخروج من البيوت في ألمانيا في يعني يومين أو ثلاثة أيام. أنا أتوقع كل هذا منذ شهر. لماذا؟ بسبب الرياضيات. نحن نعرف أن هذا الفيروس أن يعني ينتشر بشكل، كيف نسميه ذلك؟ sich potenzieren. أنا لا أدري الكلمة بالعربية ولكن سريعا جدا. لذلك أنا أود أن أخبرك، أنا أتوقع أيضا بانيك جديد. يعني لقد مررنا ببانيك، بخوف، خوف اجتماعي، بانيك في يوم في الجمعة الماضي عندما أعلنت الحكومة الألمانية يعني التغير، يعني إغلاق المدارس وهكذا. لاحظنا يعني الكثير من الناس ذهبوا في ذلك اليوم في يعني إلى المتجر، وأنا أتوقع نفس الشيء. والمشكلة كانت ليس التسوق ولكن البانيك، دي ماس بانيك. يعني الكثير من الناس، ليس كلهم، ليس معظمهم، ولكن الكثير يعني يشترون مبادعا كثيرا بدون حاجة، فقط بسبب الخوف، فقط بسبب البانيك. وأنا أتوقع نفس الشيء بعد إعلان الأوسغانغسبيرة، يعني منع الخروج أو حظر الخروج، كيف نسميه ذلك؟ أوسغانغسبيرة، حظر التجول. أنا أتوقع ذلك بدون شك أظنه دونستاك ولا فرايتاك. لماذا أقول لك ذلك؟ لكي تحضرك الآن. يعني أنا لا أقوم بهامستركوف. هل تعرف هذه الكلمة هامستركوف؟ يعني إذا اشتريت الكثير من البعضات مع بعض، ماين جوتا ألتا، بدون حاجة، يعني مثلا الكلو بابير، نسمي ذلك في اللغة الألمانية الهامستركوف. هامستر هذا يعني حيوان، وكوف هذا هو تسوق. يعني مثل هذا الحيوان، أنت تريد الكثير من الأشياء، يعني أنت تشتري كل شيء، هامستركوف. وهذا السبب هو البانيك. الحكومة والشركات منظمة في هذه النقطة، فقط في هذه النقطة. يعني المبادع سوف تكون دائما موجودة، يعني أنا أقصد بدائما غدا، اليوم المقبل، مثل في إيطاليا، مثل في أي بلد في هذه المنطقة. فقط في حال يعني بعد هذا الإعلان الكثير من الناس سوف يذهبون إلى السوبر ماركت ويحاولون التسوق. ويعني الكثير من الناس في يوم واحد طبعا لن تجد كل المبادع، هذا الشيء طبيعي. لذلك أنا أخبرك الآن لكي تشتري بعض الشيء. أنا لم أقول كل شيء، أنا لم أقول الكثير من الأشياء، فقط بعض الشيء، لكي تكون يعني فوربرايتد، محضر في يوم الخميس أو يوم الجمعة بعد إعلان يعني منع الخروج. يعني سوف تكون مرتاحا، يعني مثل أنا سوف أتسوق الآن قليلا قليلا. لن أقوم بهامستركوف، يعني ولكن يعني الآن أنت تعلم. تولس فيتر. هذا أيضا الجو، الطقس خطير جدا جدا. لماذا؟ لأن الكثير من الناس يعني مثل أنا أحب هذا الجو،
هذا الجو، ولكن نحن دائما في مجموعات، الناس يجلسون. يعني بالأمس الكثير من الناس في كولن، مدينة كولن، كانوا يجلسون في المقاهي بمجموعات، في مجموعات. هذا خطير جدا. الجو الجيد مشكلة كبيرة. sehr gefährlich, super gefährlich. جيد. أخبر أصدقائك. أنا أتوقع Ausgangssperre. منع الخروج. حظر التجول في ألمانيا في الكثير من المدن على الأقل. هذا من المنطق بدون شك.